بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 21 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة من برنامج نور على الدرب، مع أسئلتكم واستفساراتكم نعرضها على سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل الأخ مصري متابع للبرنامج يقول: أرجو أن تشرحوا الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والمشرك ليس مسلما، إنما المغفرة للمسلمين والمؤمنين، والمشرك ليس مسلما فلا تناله رحمة الله، فلا بد أن يتوب من الشرك ويخلص العبادة لله عز وجل. والشرك المراد به عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هو الشرك، الشرك عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل هذا من أقسام الشرك، صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منه، فمن مات عليه فإنه لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من الكبائر والمعاصي التي دون الشرك، فإنها يرجى أن يغفرها الله لصاحبها أو أن يعذبه بها، ولكنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية ولو كان عنده ذنوب وكبائر، ما أما المشرك فلا نطمع له في مغفرة الله إذا مات على الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سارة تقول بأنها متابعة للبرنامج وتدعو لكم فضيلة الشيخ، تقول: سألتني إحدى الأخوات بأن لها ولد وأفطر يوما من رمضان ومات هذا الولد، ماذا عليه من جهة الصيام ومن جهة الكفارة؟ عليه أنها تقضي عنه اليوم الذي أفطره، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، الأخت هذه تسأل تقول: لدي والدة في قريتنا، ولا يخفى عليكم بأن تعليق الحجب على الأطفال فيها محذور قد يغفل عنه بعض الناس، وهو أن الطفل قد يدخل بهذه الحجب الحمام أو دورات غير نظيفة، فماذا نقول لها مأجورين وما الحكم؟ الحجب مجملة، قد يكون حجب شركية فيها دعاء لغير الله، فيها استعاذة بغير الله، حجب شركية، هذه يجب نزعها في الحال ولا تبقى على الأولاد أو على غيرهم، حتى الدواب لا تبقى عليها، تنزع، يبادر بنزعها، لأنها حجب شركية. أما الحجب من القرآن ومن الأدعية المشروعة هذه محل خلاف بين العلماء، منهم من منع تعليقها لعموم الدليل، ومنهم من أجاز تعليقها إذا كانت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعدم المحذور فيها، والذين يرون منعها وإن كانت من القرآن يقولون لعموم الحديث في أنه لا يدع تميمة ولا حجابا بمعنى التميمة إلا نزعت، هذا هو الأسلم والأبرى للذمة. كانوا يكرهون الحجب من القرآن وغير القرآن، ومنهم من استثنى الحجب إذا كانت من القرآن لأنها لا محذور فيها، ولكن الراجح هو الأول. نعم. أحسن الله ليكم. التعلق بغير الله يا شيخ هل ينافي كمال التوحيد؟ التعلق بغير الله ينافي التوحيد، لا يجوز التعلق بغير الله في طلب نفع أو كف
شر، وإنما المؤمن يعلق رجاءه وتوكله على الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق على غير الله. من تعلق على غير الله وكله الله إلى ما تعلق عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يا شيخ البرنامج يقول: ما مناسبة الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ مناسبتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، فلما حضرته الوفاة جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده حضرة من المشركين قالوا له: وتترك ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك ولا يدخل في رحمة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، لأنه يحب أن يهتدي عمه أبو طالب من شفقته عليه ولرد معروفه وجميله الذي بذله أبو طالب في حمايته من أذى قومه، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من جهة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة حتى قبيل الفجر، هل ورد في ذلك شيء؟ نعم، ورد أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض الناس قد يأخذ العمرة أو الحج ويخطي في بعض المناسك أو في بعض الأحكام ويرجع ولا يسأل فضيلة الشيخ، وعندما يقرأ في بعض الكتب يجد أنه أخطأ في عمرته أو في حجه، هل يعيد الحج والعمرة؟ ما ندري ماذا أخطأ فيه، هل أخطأ في أركان العمرة أو الحج أو في واجباتها أو في سننها، ما ندري ماذا أخطأ فيه. ولكن على كل حال، الذي يريد الحج أو العمرة عليه أن يصحب أهل العلم لأجل أن يسألهم ولأجل أن يقتدي بهم، وعليه أن يقرأ المختصرات هي مناسك الحج والعمرة، المختصرات الصحيحة الثابتة يقرأ فيها ويسأل عما أشكل عليه حتى يؤدي نسكه على الوجه الصحيح. نعم. ما المقدار المجزئ الشيخ صالح من العلم الشرعي كي يتعلمه المرأة وكذلك الرجل؟ الذي يستقيم دينه به، يجب على المسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه من أركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والزكاة، صيام رمضان، حج بيت الله الحرام. هذا العلم ضروري، لا يعذر أحد بالجهل به. يتعلم أركان الإسلام الخمسة وكيف يؤديها وماذا يجب عليه فيها، ولا يتبع التقليد من غير علم أو يعمل شيئا حسب استحسانه، ولا لا بد أن يؤدي أركان الإسلام على الوجه المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أقرأ في بعض الأحاديث في نهاية الحديث رواه الخمسة، هل هؤلاء الخمسة متفقين على رواية حديث أو رده؟ إذا قال رواه الخمسة، المراد بهم أصحاب السنن الأربع، أن الترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن الأربع، والخامس مسند الإمام أحمد، هؤلاء هم الخمسة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هناك أشخاص عندما نقول لهم لا تفعلوا كذا أو اتقوا الله، يشيرون إلى القلب ويقولون: التقوى ها هنا، اذهب عنا. كلام هذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يقبل النصيحة وأن يعمل بما نقصه، يكمل دينه ويكمل عبادته، ولا يقول الإيمان بالقلب. الإيمان بالقلب، لكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لابد من العمل، ولابد أن يكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقلب والإيمان بالعمل والإيمان بالاعتقاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هذا سائل سوداني: ما الحكمة يا شيخ صالح من ارتداء الإحرام الأبيض في الحج والعمرة؟ وهل كان الرداء هذا معروف عند
الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن هناك أثواب أخرى في ذلك؟ نعم، الإحرام يكون في إزار على أسفل البدن وفي رداء على البدن. بهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم هو وأصحابه، إزار ورداء من أي لون كان مما جرت به العادة، ولكن البياض أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البياض، قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. نعم. في الآية يا شيخ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما هو ظن الجاهلية شيخ صالح؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أن الإسلام لا ينتصر وأن المسلمين سوف يقضى عليهم وأن الكفار أشد بأسا وأشد قوة، هذا ظن الجاهلية. نعم. يقول ما معنى حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله؟ نعم، في حالة الاحتضار يغلب جانب الرجاء، في حال الصحة يواسي بين الخوف والرجاء ولا يغلب جانبا على جانب، يكون خائفا راجيا. أما إذا حضرته الوفاة فإنه يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء، لأن العمل انتهى ولا يستطيع العمل، فيحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم. له فقرة أخرى يسأل يقول ما مصطلح التوحيد عند المتكلمين؟ المتكلمون عندهم التوحيد توحيد الربوبية، إذا أفردت الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك فهذا هو التوحيد عندهم، وهذا باطل، لأنه لا بد من توحيد العبادة وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولا يكفي توحيد الربوبية. التوحيد نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، لا بد أن يتعلم المسلم عقيدته وتفاصيلها. نعم. هذه أخت سائلة، نختم بسؤالها هذه الحلقة المباركة، تقول بأنني أدعو للشيخ وتابع الشيخ حفظه الله، لي والدة سماحة الشيخ كبيرة في السن وعلى فراشها، وقد لازمتها وجاءها شيء من الخوف وتمسك بيدي، لا أذهب ولا أفر عنها ولو دقيقة، تقول أنا يا فضيلة الشيخ أخاف عليها وأؤخر الصلوات، كل ذلك بسبب ملازمتي لها، فهل يلحقني شيء في عدم تركها لأنني أؤخر الصلاة في حال نومها أو في حال غفلتها عني؟ أنت أحسنتي، وهذا من البر لوالدتك، والله جل وعلا يثيبك على ذلك، والتأخير ما دام في الوقت وقت الصلاة فإنه جائز، خصوصا إذا كان التأخير لحاجة إنه يجوز ما دام داخل الوقت. شكر الله لكم سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك فيكم على ما بينتم للإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.